بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من ميدان سباقات الهجن العربية الأصيلة في الوثبة، أسعد الله أوقاتكم ومساءكم بكل خير، حيث نتواصل مع تواصل فعاليات أيام هذا المهرجان السنوي الختامي الكبير، حيث يأتي هذا المهرجان، هذا العرس التراثي الكبير، تنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله ويرعاه، ومن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة واهتمام كبيرين من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. في هذه اللحظات مشاهدينا ومتابعينا الكرام تعطى إشارة البداية لانطلاقات أشواطنا لهذا المساء، وسط هذا الحضور الكبير الذي يتقدمه معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس الاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن، حيث يأخذ هذا الحضور دعما كبيرا معنويا لملاك هذه الرياضة، لعشاق هذا التراث، محبي رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. تبدأ إذن مشاهدينا الكرام أمسيتنا بانطلاقة شوطنا الأول، شوط الذلل المحليات الأصايل لمسافة 6 كيلومترات. مسافة السرعة مسافة لفرق التدخل السريع. أبدأ مباشرة بالتعرف على مقدمة هذا الشوط، وأجد هناك هملولة تحتل المركز الأول، تسيطر على مجريات الأمور. هملولة لهجن الرئاسة يقودها في التضمير ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي، بينما الانتقالة تأتي على مخيفة، من تحتل مركزنا الثاني مخيفة لهجن العاصفة، يضمر مخيفة حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أما المركز الثالث أرى فيه راقية، من ارتقت إلى ثالث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ويضمر راقية أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. الغويصية تنتقل إلى رابع المراكز، ومنه إلى المركز الثالث. الغويصية لهجن العاصفة تنطلق في المركز الثالث، ويضمر الغويصية المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. في المركز الخامس تتسرب إليه سرابة بشعار سمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم، ويضمر سرابة أحمد بن علي بن عامر العويسي. وفي المركز السادس أجد الضبي أو الضبية، من تحتل المركز السادس لهجن الرئاسة بقيادة علي بن جميل الوهيبي. في المركز السابع مصيحة تحضر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر مصيحة محمد بن جمعة بن عبيد بالدبيل الفلاسي. أما المركز الثامن فتتقدم إليه الصايلة لهجن الرئاسة، يضمر الصايلة عوض بن مبارك المهيري. وفي المركز التاسع الفائزة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم ومحمد بن مسفر بالقوبح في التضمير والشاهينية، على عاشر المراكز لهجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي. هذه نتيجتنا للمراكز العشرة الأولى في شوطنا الأول، شوط خاص بالذلل المحليات الأصايل. وجائزة هذا الشوط عبارة عن جائزة عينية، سيارة فخمة وضخمة تنتظر الفائز والمتوج بناموس أول أشواطنا في مساء مميز كجمال هذا الميدان. إذن مقدمة الشوط، الله
مخيفة. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم تحت المقدمة هذا الشوط احتلالا وتتسيد الموقف لتتصدر هذا المشهد التنافسي بكل قوة. هذه مخيفة إذا اسمها اسم مخيف اسم مرعب وأداؤها أيضا أداء قويا يدل ويقارن لنا قوة الاسم ودلالات معنى هذا الاسم. إذا مخيفة تحت المقدمة هذا الشوط وتنطلق بشعار هجن العاصفة يقودها في عملية التضمير أحد أمهر المضمرين وأكثرهم ثقة لذلك لقب بالواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الثاني يا سلام هملولة هملولة الرئاسة تحتل المركز الثاني وتعلن أيضا عن لحاقها بركب المقدمة. هذه هملولة لهجن الرئاسة يقودها في التضمير المضمر الظافر الذي ظفر على رموز عديدة في هذا الموسم في بطولة كأس الخليج الرابعة وفي ميدان الكويت وأيضا أشواط رئيسية في مهرجان المؤسس طيب الله ثرى. فكان الظافر ظافرا للرموز في هذا الموسم. عموما هملولة في المركز الثاني بينما المركز الثالث الله شوف الهجوم هجوم الآن قوي قوي جدا 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 من الأصايل من الحول اللي الآن هجمت على المركز الثاني. حصل تغيير ودخول من قبل راقية. الله يا هذا الشوط الراقي شوط راقي لما لا وهو الشوط الأول سيد الأشواط في هذا المساء. إذا الراقية في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويد المضمر الخطير. بينما المركز الثالث تتحرك الضبية لهجن الرئاسة يقودها الظافر علي بن جميل الوهيبي والضبية الآن ارتقت إلى المركز الثاني. بينما المركز الثالث أجد الغويصية لهجن العاصفة ويضمرها حمد بن راشد بن غدي الكتبي. المركز الرابع راقية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. أما المركز الخامس فتأتي فيه الصايلة الصايلة الآن بين صولة وجولة في التحديات والمنافسات. الصايلة في المركز الخامس لهجن الرئاسة يقودها في عملية التضمير والعناية والرعاية عوض بن مبارك المهيري. يا سلام الله 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 مخيفة تنفرد مشاهدين الكرام بهذا الشوط انفرادا كليا وكلما لها تبتعد. ولكن هذا الأمر لا يعجب بقية المشتركين المضمرين. الآن بدأوا في الإعاز لهجنهم وبالتالي ازدادت السرعة وارتفع نسق التحدي في هذا الميدان ميدان الوثبة حيث المنافسات الرحبة. يا سلام كيلو ونصف كيلو على خط النهاية ومخيفة على المركز الأول لهجن العاصفة يقودها المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. وفي المركز الثاني الصايلة بدأت تصول وتجول الصايلة لهجن الرئاسة عوض بن مبارك المهيري في التضمير. تحركت الشاهينية وانطلقت الشاهينية تتسلل من المركز الثالث إلى المركز الثاني وتعلن عن نيتها الصريحة بال لحاق بمخيفة. الله الله نقترب مشاهدينا الكرام من الدخول إلى الكيلو الأخير. هذا هو الكيلو الخطير. دخلنا الآن في أجواء التنافس المثيرة في أجواء الكيلو متر الأخير حيث الغلاف الجوي حيث بدأت هذه الأصائل الآن في الهبوط التدريجي نحو المنصة الرئيسية نحو خط النهاية ناموس الشوط الأول. الشوط الرئيسي في أمسيتنا لهذه الليلة مخيفة على المركز الأول مخيفة العاصفة على الصدارة على المقدمة ولكن الخطورة الشاهينيون
يا سلام سلالة الشاهين، السلالة الغنية، السلالة الراقية بدأت تقترب من مخيفة. الشوط الرئيسي، الشوط الأول، هجن الرياسة تقترب من هجن العاصفة، المركز الأول مخيفة، ولكن الشاهينية الظافر يريد الظفر بناموس أول الأشواط. هذه الشاهينية في هذه اللحظات تعبر الآن تمد الجسور نحو الناموس. بالفعل عبرت على جسور الأصالة، عبرت على جسور الوثبة، عبرت على جسور التحدي. الله هذه الشاهينية، وبالمناسبة الشاهينية هي من حققت كأس الخليج هناك في سلطنة عمان الشقيقة، تثبت لنا قوتها في هذا الموسم من خلال حصولها على المركز الأول وهي مع الرقم واحد. تهانينا إذن إلى هجن الرئاسة وإلى المضمر علي بن جميل الوهيبي المركز الثاني، جاءت في مخيفة لهجن العاصفة، المركز الثالث الصايلة لهجن الرئاسة بقيادة عوض بن مبارك المهيري، المركز الرابع جاءت فيه الغويصية لهجن العاصفة، والمركز الخامس كان من نصيب سرابة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم آل مكتوم. مشاهدينا الكرام، إذن هكذا تابعتم حفلنا الكريم، ومشاهدينا الأعزاء إنما كنتم، فوز الشاهينية وحصول الشاهينية على أول نقاط هذا المساء بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 13 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة وإلى المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي على حصول الشاهينية على المركز الأول. المركز الثاني جاءت فيه مخيفة وتوقيتها الزمني 9 دقائق 14 ثانية جزء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة وإلى المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أما المركز الثالث فكان من نصيب الصائلة وتوقيتها 9 دقائق 14 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة على فوز الصائلة بالمركز الثالث، والتهنئة أيضا للمضمر عوض بن مبارك المهيري. شوطنا الثاني